السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. النهارده عندي جديد وطازه من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر، اكبر تشكيله من الاجهزه الورك ستيشن بفضل ربنا هتلاقيها عندنا. النهارده عندي شركه شمس على موديلين او على موديل مكسر الدنيا، الاتش بي الورك ستيشن الزد 440، اجهزه جيمنج بتشغل اعلى البرامج، بتشغل اعلى الجيمسات. المواصفات بتاعت الاجهزه في من عندنا فيرجنين، فيرجن البروسيسور الزين 1620 الفي 3، الكاش 10 ميجا 4 كور، بروسيسور 3.5 برام 16 جيجا، دي رام 4، هارد 500 ساتا، كارد فيجا انفيديا كوادرو، الكي 600 بيبقى 1 جيجا. الجهاز فيرجن محترم، شغال اعلى البرامج وبيشغل معاك جيمزات كويس، وسعر الجهاز 8000 ونص. العرض الثاني معانا من نفس الجهاز الاتش بي الورك ستيشن زد 440، البروسيسور 1650 الفي 4، الكاش 15 ميجا 6 كور 3.6، طبعا كاش 15 6 كور، رام 16 جيجا دي رام 4، هارد 256 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه بيبقى جي تي اكس، كارت للالعاب يا جماعه جي تي اكس 1650، وجي تي اكس 1650 بيبقى 2 جيجا دي رام 5 وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. كارت طبعا بجهاز بيشغل معاك العاب وبرامج 2022 مرتاح، وسعر الجهاز 12000 جنيه. باور سبلاي طبعا بيبقى 700 واط، المكنه بتبقى فيها 8 بنك رام، شغل معاك طبعا بقى ايه لغايه 128 جيجا رام، ودي رام 4 مع ضمان 3 شهور ضد عيوب الصناعه. الاجهزه فرز اول، فرز اول، وقلنا ال 1620 البي 3 سعره 8000 ونص، وال 1650 البي 4 ب 12000 جنيه. والسلام عليكم.